هيا مسيكم بالخير. والله إن بعث لي واحد من الأصدقاء توا فيديو ما تفرجش أنا فيها في التلفزة، تعملوا مزية تفرجوا معايا، تعملوا مزية، لا أسمعوا معايا، أسمعوا معايا يا أبو قلب. هذيك المقولة عم قلت لها مغزر إذا تعني لم يترك فلوس أنا بعثك العمر، يعني قبل ما نمشي نعطي لها كل وقت قبل ما تسي خممت في الموضوع ونسنى فيهم حتى عيطوا لي، قالت ليش خاص يا وليدي تو نمشي غادي تو ربي يدعي لي وتوكل ويا تخدم، قلت لها بيا ماما تو هي عندها العجز في الكلوة متاعها، الرب متاعها فسد لها الكلوة متاعها، ما هو كل شيء، ولا مرض بيديه وشفاه بيديه، هو مرض لها خراها به. ولدها هي تحب تمشي، ولدها مستعد يبعثها، تمشي وين؟ تمشي تعمل عمرها، فلوس تمشي غاديك العمرة، باش ربها يدعي لها، الله يدعي لها به، وهو مستعد يبعث أمه. إيه؟ وتصفي غاديك كيفاش باش تصفي؟ باش تقعد 20 يوم لا ينجموا يقعوا. اي معناتها انا يعني خممت لها كيكه على الجنب، ليه قلت لها نعجز فيها، فهمت؟ قلت لها مالك باش تتعب غادي 20 يوم، ليش خليني نمشي نعمل عمليه ونعطيك كل وبعد تمشي، ولا العمره تو نمشي نعطيك تمشي تعمل عمره. يا سعدي انا نوعدك يعني حالات مشاو كيف هي ومشاو غاديك 15 يوم 20 يوم لا صفا ودم ولا عملوا شيء، ما زمزم باذن الله سامع عليهم يزول ويفنى كل شيء باذن الله سامع عليهم. المهم النيه تو بالله باذن الله السميع العليم، والتصفى النية بإذن الله، وشوف راهو كل شيء بيك، تدعي بقلبك بربك هك وسير، معناها أنت صافي، ربي يحقق لك. باش ما زمزم، ما زمزم هذا معروف، معناتها هي كونسيريجين، معناتها دراسات معناتها عالمية، وفي السعودية معناتها عاملين محل يصفيوا معامل التصفى، مي سي كوميم يستعملوا فيها ككوميرس، مي ريست كونسيريجين فيها. ما كشانتيات الكل اللي صارت هذيك هذوك البني اللي صار هذيك اكل توت لا بوليسيون نتاعو كلها هبطت في الارض، تشبعت بها العين نتاع الزمزم هذي، وقدر ربي واذن ربي، والكلوه باش تتنحى وتتبدل كل شيء بالعلم، تو يبولوا على العلم ويدعوا لربهم. لا شو بليزي دو باري سيت مير ما زمزم هذيك، علاش انا ضد دينكم؟ راهو كله شعوذه، والناس الكل اللي مبارتاجين عاد الفضيحه هذيا، هما مسمينها فضيحه، على شكون؟ على اسم هذه نامي، قال لك فضيحه في امور جديه، جديه امور جديه، مريم بن نامي تستهزئ بمعجزات الله وماء زمزم، 3 بوان دو بوان ديكسكلاماسيون، الله هو الشافي المعافي يا جاهله، كالله المشافي المعافي، علاش الدواء ولاد الحرام؟ سلغس ربي سبحانه وتعالى وسترى هو ذا ولد، شلا امك تموت، شلا امك تموت باذن الله، كي برا ليك انت وامك، هاي موت شر تتنات ما نجمش نشرب مزمزم تبرا من مرض كالتخان دوبي 20 عام. والله مرضى، والله مرضى بسرطان، هي المعجزات موجوده، والله مرضى بسرطان، راهو تراجع زمزم الله شفيت، شفيت يبقى شيء سامحني يعطيك رايي كيما انا شفته. مثلا واحد في بلجيكا مرأة تعالج، قال لها تمشي تصفي امورك في دارك مع اشخالاتك وترجع، والمرأة يعني عندها في انا في عفى الله الجميع، عفى الله الجميع، ما تنجمش مرأة تمس روحها هي بيدها، صدقوني ثلاث ايام بكاء صلاة قيام في الكعبة وتغسل بماء زمزم، ما تنجمش تمس، حرمتوا بربا فلسطين هالي بوسيون ماجيك نتاعك، مشات الطبيب قال جيب دوسيك، تصور المرأة ما يبقى عندها حتى شيء. يا اختي مريم انت وكانوا في الورتين، وكانوا سكت هو عدى كان ما تكلمش لك، انما سكت من المعجزات والشعب يبلع ابارامون لي كومونتير عاد. يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا تو هذه مش هي، مش هي الفضيحه، احنا كل فضيحه كمسلمين، خاطر نجهلوا برشا امور في الدنيا بالنسبه اللي يحكي على الامريكان والبعوث وقدر شنو و ونقبلوا برا ومدرى شنو، قالوا برا اقرا كتاب فرام واتر ولا شنو هوك، مش حاسين يكتبوا مسلمين وما زمزم وكيف نوصلوا نهار درجة ايمان قويه بالله سبحانه. هذا محمد عجيل، محمد عجيل ولابس اسود ولابس مرايات، ايش بلاش مرايات، البس صفحه هكا، خذ قران حطه في عينيك هكا، زوز ورقات عقونا فصلهم حطه في عينيك، رينا عم مذهب دين والدي سي
مجتمع الشعوذة وكطفل صغير، إن شاء الله أمك تموت، أنا نتمنى لها تموت، لرجع في ربها ونعمل لك عمرة وكالسي اس اس يخلص ويلعب الكوارش بزيبي ودرشنوة وعمرة وشعم وشعتي. برا نيك أنت وأمك يا ناس زب ورمك، برا نيك أنت وأمك يا زبي. أنا تو شكيت إني كم لا مريضة أمك تحشو فيها على الزبي، برا عندي ربكم هذا خرامت يا زبي. الشعب أمه تناكت وزبي وبترولنا منهوب وفلوسنا مناكة وبنوكنا كلها تباعت ورب كل شيء تناك، ما عادش عندنا تدير الرب شيء، وتلاقي بالصرام ما زمزم ما صرامكم. دو قال لك دو به السرطان وتعدى في التلفزه زبي ام برايم تايم. انا عندي الرب الوقت اك الطحان، اك الطحان هذاك اكل الكلب هذاك اكل باعلها من التلفزه هذاك اللي زاد طاهر بن حسين طاهر ترقاوشي ولا طاهر شاي بعين ونعن الزب ورمها المنظر مناظر ما وحشها. هاو كريت يا الطحان يا ود يسار بعت التلفزه هذه الحوار الاخوانجيه ولا تربك مركز نتاع الشعوذه ومتاع ربي. الله 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 يزمك شو شو باش احشيهولك يا ودي. هاني ندعي ندعي ونصلي ونايك ما صار شيء. ليه ليه؟ خاطر ايمانك ضعيف، قوي في ايمانك، ديما الغلطه في زك امك. هذاك علاش مازلتوا تستناو 14 قرن يا طحانه والترا مش باش يجي الترا الجي جي باش يدهز دير ربكم. هو انا نيكمكم انا ما نجي ربكم كي الباجاجي في العراق نيكم رحمة أمي الكريمة. وكان نقدر توا في هذه ساعة إلا ما نصف يدي الرب هكا نستوي يدي الرب التراب كله ونعاود نبني جينتي جديدة. خيط شخريتو فيه زبي شخريتو فيه. أوه. هي ديننا وديننا ونشدوا في ديننا وديننا ودينا الدين بتاع دي الرب كان جا في أخير رونا كول أمريكان ورونا كول يهود الزبي تخلوا تقحاف على اليهود انتوما بالك ولا تقحاب على اليهود. انا عندي ربكم كتاب قد زب هيك كبر دير رب وكل وقتها نحويه وصرفيه وعلميه وزكمكم واعتدي على القيم الانسانيه رب وحاجات مقرفه كي زبي. والله لما يحضنا فقط على الرقاب وضرب البنان والزبي ونمك واربع سور وحيض والمحاضر ونيك خالاتك وبناتي عماتك وبناتي زوجاتك وزكمك ومراه وهبت نفسها للنبي اراده ان يستنكحها خالصتها نيك زنا زبي. تحب تعطيه نيكا يا محمد ابن اعطيك نيكا واذا اراد يستنكحها يستنكح خالص له من دون المؤمنين سي ان باس دروا. هو عطانا اربعه هناك 39 جمعهم فرد مره بخلاف السبش والنهب ودير رب نسي المسبي والعبيد والغلمان. يعطيكم حصان على وجوههم كل واحد يقدم له رب وجهك حصانك سوره الحصان تاكل دير ربكم. خيت شكرهت ربكم.